اللي فاتوا دول حصل حادثة غريبة جدا أدت إلى إلغاء أو يعني التهديد بإلغاء مباراة من المباريات في أحد أقسام الدوري المصري. شاب بيلعب فتم طرده. طب وأنا أحكي لكم ليه؟ نحكي الحكاية اللي هي شبه كده رضا اللي اتفرجنا عليها، قصة يعني غريبة ولطيفة، ولكن دائما بيبقى عندنا توأم في الكرة المصرية. كان عندنا حسام حسن وبريم حسن، عندنا توأم تاني. خلينا نحكي الحكاية. محمد حذيفة لاعب كرة القدم بنادي سيدي سالم بكفر الشيخ. أهلا محمد، ازيك؟ ازيك يا أستاذ عمرو، أخبارك ايه؟ ايه الحكاية وايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ والله يا أستاذ عمرو احنا نزلنا، كنا انا ومصطفى قاعدين على الدكة احتياطي، وكان الفريق بتاعنا متأخر ب 2-0. دقيقة واحدة، انت ومصطفى توأم، احنا فانتوا الاتنين قاعدين على الدكة. اتفضل. جيت انا نزلت قبله. فالمهم حصل كذا موقف في الملعب مع الحكم، احكيهم لك ولا لا احكيهم لي. جيت اول ما نزلت ليا ضربة جزاء، فبعد ضربة الجزاء دي رحت للحكم في نص الملعب والكرة واقفة، بقول له يا كابتن والله العظيم ضربة جزاء، احنا برضو فريقنا متأخرة 2-0 واحنا محتاجين اي حاجة. هي رجلي، الراجل اللي عمل عليها مقص ليا ضربة جزاء رسمي. فقال لي ايه؟ روق عشان صحتك. وبقرف كده يا زعم، فبقول له انت بتكلمني كده ليه يا كابتن؟ قال لي بقول لك روق عشان صحتك. ده الحكم بيقول لك روق عشان صحتك، فانت قلت له انت بتكلمني كده ليه؟ لا انا قلت له بقى ايه، صحتي جامده، راح مديني كارت اصفر عشان رديت على الحكم. وبعدين المهم الكره الثانيه جيت قابلته في المنطقه وكان لنا كورنر. بقول له كابتن ما انت جاي ليه عليا كده، وفي مالك كده في؟ قال لي والله لو ليك اربع بلنتات ما انا هسيب لك. ده عيني عينك كده. قلت له اللي انت عايزه يا كابتن. فالمهم الكرة اللي بعدها على طول رجلي، وبالشراب الابيض زعمر جابه دم برجلي، والاسترز اتعلق في جزمتي، والكلام اللي هو قاله لي ده كان قدام الكابتن محسن هنداوي. فالمهم الرجل جابت دم، راح جاي بعد بدلانه ما يحسب لي بلانتي تاني، جاد داني الكارت الاصفر والاحمر. طردك. وبعدين بعد الكلام اللي حصل ده، وبعدين انا طلعت قعدت جنب الدكه بتاعتنا، مصطفى جاب عداه بالثلاث اربع دقايق كده. اللي هو اخوك التوأم نازل بقى. مصطفى. ازيك يا زعام؟ اهلا يا مصطفى، عامل ايه؟ كمل لي الحكايه بقى. دلوقتي اخوك التوأم خرج وانت نازل، وبعدين اول انا ما نزلت قعدت في الملعب بتاع اربع دقايق. حارس المرمى كان عندهم فاول هناك عند المنطقه بتاعتهم. لقيته بينده على الحكم بيقول له يا كابتن ازاي الراجل ده انت لسه طرده ونزل يلعب تاني دلوقتي. ايوه اللاعيبه بتاعت القسم عارفين ان انا واخويا اكثرهم ناس عارفانا يعني، انما هم بيضربوا فيكوا زومبا يعني. لا ده هم بيقولوا له ايوه يا كابتن هم اتنين توأم بس ده اللي كان في الملعب. قلت لهم ازاي يا ابني؟ ازاي يا ابني؟ قالوا لي ايوه انت فيكم واحد فرود واحد فيكم مساء. فهم لما لقوني نزلت وبلعب قدام فقالوا لي لا ده انت هو اللي انطرد نزل. هو انت منزل الضربه اللي في رجله يا كابتن، هتلاقيه هو محمد قاعد بره. هو خد بعضه وراح ماشي ما سالش في حد وراح لغي الماتش، وبعت لنا الامن بلغنا بالغاء المباراه. وبعد ما بعت لنا الامن رجع هو تاني نزل الملعب وصفر عشان يلغي المباراة علينا. طب هو يلغي المباراة ليه؟ ما هو كان يجي مثلا يطردك من الملعب ويكمل الماتش. يا كابتن يا استاذ عمرو، ده احنا معانا الكابتن محسن هنداوي، ده راجل لعب في طلائع الجيش وغزل المحلة وراجل تاريخ. راح في التقرير كتبه كارت احمر طرد مباشر، وهو ما اشهلوش الكارت اثناء المباراة ولا بعد المباراة ولا في اي وقت. هو والمدير الفني ومدير الكرة عندنا. انت انهي واحد فيهم؟ انت مصطفى ولا محمد؟ انا مصطفى. واخوك كان معايا من شويه مش كده؟ طب وبعدين؟ طيب وبعدين هو لغى الماتش، حصل ايه؟ راح بعدها قعد نص ساعه في الاوضه. وبعدين هو ماشي راح مكلم زمايلنا، قال لنا الولا التوام رقم 10 ده اقسم بالله لا مبطله كره وما نلمسه النجيله الخضراء تاني. طيب وبعدين؟
راح مشى، راح الاوضه قعد نص ساعه ما رضاش يدخل حد عليه خالص. كان المغرب فاضل عليه بتاع 5 دقايق ولا 7 دقايق. لقيناه مره واحده بعد ما بعت لنا الامن وقال لنا خلاص الماتش اتلغى، رحنا غيرنا، لقيناه طالع من الاوضه بيقول لهم انا هكمل، راح نازل الملعب مصفر وماشي، حتى ما قعدش الوقت ان احنا مثلا ننزل فيه. فكملتوا الماتش؟ مين فيكم بقى اللي كمل؟ ما كملناش، ما حدش كمل، هو نزل لغى الماتش علينا. طيب يعني انا عارف ده دوري الدرجه الثالثه، كان في مراقب للماتش؟ كان فيه، والمراقب كتب كل حاجه وقال لنا احنا ماليش دعوه بالحكم، حتى رحنا له بعد الماتش قال يا جماعه انا عارف كل حاجه، انا ماليش دعوه بينا هكتب. طب انتوا مش كل واحد فيكم عنده رقم وكل واحد فيه معاه كارنيه اتحاد الكوره؟ ايوه. ايه بقى ما وريتهوش الكارنيه ليه وفهمتوا ان مصطفى غير محمد؟ بص يا عمرو، الحوار كله ان احنا لو ما بين الشوطين كان ممكن يتشكي فيها، انما احنا مغيرين والماتش شغال، يعني هو انطرد والماتش شغال وانا نزلت بعده ب5 دقايق. طب وانتوا يعني هتعملوا ايه دلوقتي يا مصطفى؟ انا مش عارف، هو كل حاجه في ايد اتحاد الكوره. طيب يعني نشوف الحكايه دي، بس اكيد في مواقف كتير بتجرى، انتوا يعني زي حسام وابراهيم كده شبه بعض قوي. والله يا زعمر هو تملي اتحاد الكوره بياخد بالتقرير بتاع الحكم، واحنا نتمنى ان هم ما يظلموناش، بس احنا اتظلمنا خالص في الماتش. انتوا ترتيبكم ايه في الدوري؟ احنا التاسع. التاسع؟ وهو الجدول فيه كام فرقه؟ 16 فريق. 16؟ لا التاسع كويس، في منطقه الامان يعني. لا مش امان والله، ده الفرقه كلها بتنافس تحت والامور صعبه خالص، وبعدين احنا كنا متاخرين ب2-0، احنا حتى لو يعيدولنا شوط بس حتى بيعملوا معانا اي حاجه احنا اتظلمنا، ما لعبناش الشوط التاني. لا دي غلطه الحكم طبعا، والماتش لازم يتعاد. ما هي هو يتحاسب عليها، احنا ما نتحاسبش على غلطته. حتى وانتوا مالكمش ذنب ان انتوا توأم يعني، هو ذنبكم ايه؟ الراجل المراقب ما حدش كان عاجبه اقسم بالله، ولا حتى الفريق. بس اوعى مصطفى تكون انت اللي نزلت برضه. لا والله والله يا استاذ عمرو ما حصل ولا عمرك. شكرا مصطفى، شكرا محمد.